صباحكم ورد مشاهدينا، اكيد صباحكم ورد اعتدال ونسيم. حنبدا في او حنقول مقادير وصوتنا لليوم، حنحضر تارت اسبانا. حنشوف المقادير. عندي مقادير العجينه حتكون طبعا دقيق على حسب الحاجه. عندنا علبتين زبادي ساده، نص كوب زيت، صفار بيضتين، كميه من البيكنج بودر. بالنسبه لي الحشوه حتكون كميه من السبانخ، عندنا بصل، فطر، جبنه موزاريلا، تومه، كوب حليب، اربع بيضات. بالنسبه لي التوابل حتكون ملح، فلفل اسود، وجوز الطيب. هذه مقادير وصفتنا، اكيد حنشوفوا كيفيه التحضير خلال حلقتنا اليوم. بس زي العاده حنرجع لنسيم واعتدال وبدايه فقراتنا لليوم. شكرا لك نسيم، وصباح الخير اكرام. صباح الورد. وانستك اليوم انت من بكري مستعجله. نبغى نشوف المطبخ وفقره الطبخ اليوم، وتارت بالسبانخ. ايوه يلا حنبدا في التحضير. اكيد حنبدا في التحضير. هو انا بدات في خطوه بسيطه، بس نحط الحشوه على النار. عندي البصل طبعا نفرمه في ست البيت، نصفوه من الميه. هذا تقريبا حتى المره اللي فاتت حكينا عليها، مش عارف شن كان عندنا حاجه مش متفكره شن هي، حشيناها بالسبانخ فقلنا البصل نفرموه ناعم ست البيت ونصفوه من الميه، انما نبوش كميه ميه في الحشوه بتاعنا. السبانخ انا اوريدي مرمضه، بس حنخليه شويه على مع الحشوه، بعدين هنحطه. مش هنحط تو، هنحط كميه التومه والفطر ونخليهم على النار، مش نبدا نشتغلوا في العجينه بتاعنا. طبعا استخدمت شويه زبده، ممكن تستخدموا زيت عادي او زيت زيتون على حسب الرغبه، بس مش كميه كبيره، يعني حوالي كشيك بس مش هلبه. هنعلي شويه النار عليهم وخلوهم على الغاز لين يطيب معانا الفطر، ما بيش نعلي عليه الغاز هلبة. هذا بالنسبة لي الحشوة. خلينا ناخد حاجات الحشوة الباقي هي على جانب، اللي هي طبعا الدحي ونبدأ نحضر في العجينة. العجينة حنستخدموا فيها طبعا عندنا دقيق على حسب الحاجة. حنستخدم صفار دحيتين، تنقول لكم علاش صفار ما استخدمناش دحية كاملة. نص طاسة زيت، وعندي علبتين زبادي سادة، طبعا بالإضافة إلى البيكنج بودر، شوية ملح، فلفل أسود. هنحطوا كمية السوائل مع بعض، وبعدين هنضيف باقي المكونات. ناخذ كشيك بس. الحلو في عجينتنا اليوم ان هي ما تستحقش تقعد ترتاح في الثلاجة زي هلبة، يعني في طرق هلبة للعجينة. اعتدال بتاع التارت، تعجنيها خليها نص ساعة ترتاح، فرديها نص ساعة يعني موضوع ممل شوية، بس اليوم نعجنوا ونشتغلوا بها على طول وندخلوها للكوشة، يعني ما عندناش مش حنخلوها ان هي لا ترتاح ولا وتطلع يعني قوامها وهشتها زي العجينة بتاع اي عجين تارت. يعني ما نخافوش انه ممكن نقولوا لا مثلا ما ارتاحتش حتعطيني مثلا حتكون يابسه هلبه او حتكون مثلا رطبه هلبه، لا. طيب هذا شو السبب؟ هل انه هو سبب المكونات الموجوده هي اللي اول سهل؟ ايه هي المكونات. اول حاجه وجود انا مع موضوع ان عجينه التارت اللي ما فيهاش زبادي او ما فيهاش البن، مجمل انا جربت اكثر من طريقه فما عجبتنيش، تجي رطبه هلبه بحيث انه ما تقدر يعني التارت احنا نعتبر نعرفوه انه هو يجي شويه هش، يعني قريب للبشكوتي قوامه، وفي نفس الوقت ماهوش يابس هلبه، يعني تحسي عند في مقدار معين يعني. فممكن موضوع انه لو اللي ما فيهاش حليب او ما فيهاش زبادي حتكون شويه رطبه بزياده، يعني مع الحشوه عاده الحشوه تكون فيها كميه سوائل، فالتارت بتاعنا مش حيتماسك نهائيا. فكرة اني انا مثلا لغيت الدحية الكاملة ودرت صفار البيض، بس الصفار يخلي لي العجينة تتماسك وما يجففهاش، بس البياض يمتص كمية سوائل ويجففها. هذا علاش حولنا البياض واستخدمنا الصفار. بس لو حابين، انا محضرتها هيك وهيك، بس لو حابين تستخدموا دحية كاملة ممكن تستخدموا واحدة بس، نستغنوا على صفار الدحيتين، ما يفرقش هلبة القوام، بس يفضل ان انا زي ما درتها انا مثلا صفار دحيتين. كمية البيكنج بودر ما تكونش هلبة، ما استخدموش ظرف كامل، بس كشيك صغير أو نص كشيك صغير. أنا كشيك صغير نحكي عليه الكشيك بتاع المعايير يعني. بس لو مثلا خلينا من كشيك المعايير في الحوش، ممكن ناخذ الكشيك الصغير، نص الكشيك الصغير اللي عندنا في الحوش نستخدمه بيكنج بودر، لأن ما نبوهاش تنتفخ هلبة. حنحط شوية فلفل أسود وشوية ملح. طيب يعني ما تحتاجش ان هي نضربوها في، لا ما تحتاجش مضرب او بالايد، يعني بالايد. وحنبدا نحطوا كميه الدقيق، بس خلينا نشوف اللي على النار.
طبعا لو مستخدمين الفطر المعلب فممكن احنا نخلي البصل هو اللي على النار والتومه شويه لان يتغير لونهم، وبعدين نحط معاهم باقي المكونات اللي هي عندنا السبناخ، ونحطوا كميه الفطر معاها شويه ملح فلفل اسود وجوز الطيب، وبعدين نحولوها على جنب باش نشوفوا باقي تحضير الحشوه متاعنا. هناخد طبعا صب الدقيق متاعنا بالتدريج. انت مش كل الكميه اللي حتاخذيها؟ لا مش كلها، بس على حسب ما نحتاج للعجينه، يعني بحيث انها تتماسك العجينه معي. هنضيف كميه البيكنج بودر، طبعا نستخدم الطاجين بتاع التارت المتحرك يفضل يعني باش نقدروا نحن نتحكموا فيه، بعدين ندهنوه بشويه زيت او زبده مسحه بسيطه جدا ونرشوه بدقيق باش نقدروا نحن بعدين نفكوا التارت متاعنا. هنضيف دقيق بشويه ونحرك لين نحس ان هي تبدا تتماسك، بعدين نبدا نعجنوا فيها مش نلبز دقيق من تو. ممكن نستخدموا المكسر يعني العجانة عادي، بس نحسها مش مستحق الموضوع لان هي سهل تحضيرها يعني، وبرضه حتى الكميه بسيطه يعني. اي هي اصلا المقدار ماهوش كبير يعني، مقدار طاجين ممكن نديروها حتى في القوالب الصغيره اعتدال بتاع المني يعني بتاعت المني ممكن تندار. طيب حتى هذه نفس الفكره اي ممكن تكون احسن يعني، مرات تكون في مناسبه او في حاجه انت باش تقدميه بحجم كبير ممكن ناخذوا القوالب بتاع التارت الصغيره اللي هي تكون تقريبا زي قالب تشيز كيك، بس في اللي تنفك يعني وفي اللي لا، بس عادي حتى لو الثابته اللي ما تنفكش حيكون نحن نقدر ننحوها من القالب بسهوله، مش زي الكبيره يعني الحجم الكبير تحسي صعب شويه انك لو درتيه في قالب ما ينفكش او في الطاجين ما ينفتحش معانا. فانا حنبدا نستخدم ايدي حتزيدي دقيق برضو بس مش ما تفكش في ايدي. قوامها عادي يعني مش حتكون جافة هلبة، ما خلوهاش تجف منها هلبة، في نفس الوقت ما تكونش رطبة بحيث ما تلصقش في الإيد يعني. اللي هي القوام اللي تقدري تستعملي فيه أيوة الحل اللي بتحلي بها. أيوة تقدري تفرديها العجينة وبحيث أصلا ما تلصقش، وبنفردها أصلا بدقيق يعني. حنزيد شوي لان انا قوامها رطب شويه. في حتى انواع يعني عجينه ممكن نحاول مره ثانيه نجيب طريقه عجينه مختلفه شويه، في اللي تكون بالميه المثلجه، في اللي تكون يعني في هلبة طرق للعجينه التارت اعتدال، فانا حاولت نجيب الاسهل والاسرع يعني، لان في هلبة طرق ممكن ما تنجحش مع يعني ممكن انا نشوف الطريقه والمقادير ونجي نطبقها بس ما تنجحش معي، فهذه ممكن اسهل طريقه واقرب طريقه ممكن ان هي تنجح معنا. هنرش شوية دقيق ونحاول احنا نسبكوها على طاولة او على مش في الصينية يعني باش نقدر احنا نتحكم فيها. بسم الله. اعتقد قوامها باين يعني مش ناشفة هلبة ومش رطبة هلبة. والحلو في العجينه هذه حتى اعتدال او في تارت اليوم ان في انواع تارت ممكن شو نديروا، نطيبوا العجينه قبل ندخلوها الكوشه نطيبوها قبل وبعدين نحطوا فيها الحشوه وندخلوها ثاني الكوشه. اليوم لا، اليوم حنفرد العجينه حنحط على الحشوه وحندخلها الكوشه مره واحده كلها مع بعض. فهذه هي الفكره اليوم، ان هي موضوع التارت بتاعنا اليوم طريقه تحضيرها سهله جدا. تقريبا العجينه عندي ممتازه، بس ديما اي نوع عجينه نحاول احنا نسبكوها كويس بالايد بحيث انها تاخذ كميه هواء وتكون معي قوامها كويس، وحتى لما نفردها ما تكونش يعني تتفترش مني او ممكن ان هي تتشرد مني. ف نحاول نحن العجينه بتاعنا تمام، نخليها طبعا نفس الطاوله اللي حنشتغل بها، بس نمسح ايدي ونشوف اللي على النار. تقريبا فطرنا اعتقد انه هو السبناخ برضه اللي هو حتحطيه بس بعد ما يطيب الفطر بحكم انه هو فريش يعني. ايه اعتقد ان الفطر تمام، بس ننظف ايدي شويه. هنحط كمية السبناخ اللي عندي. بسم الله. هو انا رميتها شوية على النار بس ما صفيتهاش من المية هلبة يعني ما خليتهاش يجف، لأن حنحط برد نحطها تاني نبي ياخذ نكهة التوابل اللي حنضيفها وفي نفس الوقت ياخذ طعمة التومة والبصل.
حنضيف له طبعا شويه ملح وفلفل اسود وجوز الطيب. الحصه هذا على شويه ملح فلفل اسود شويه جوز الطيب. هخلوه بس نحاول احنا يجف من الميه تماما الحشوه ما تكونش فيها كميه ميه، لان بعدين حنخلطوها مع حليب ومع دحي ومع جبنه، فياريت احنا ما تكونش فيها كميه ميه. نحسوا ان المناخ بتاعنا والفطر ما عادش فيه ميه نهائيا، نحولوها من على النار. في الوقت هذا طبعا اعتدال ما بين ما جهزت الحشوه بتاعنا، يعني حنفرد العجينه هنحطها في الطاجين بتاعنا، وبعدين اكيد في الفقره الجايه حنشوفوا كيف حنحضروا باقي الحشو. اكيد كرام حنخلوك تكملي وشكرا لك وحنرجعوا لك اكيد ان شاء الله. اهلا بكم مشاهدينا من جديد، شفنا بكري بدايه تحضير وصفتنا لليوم، شفنا تحضرنا العجينه الحشوه. طيب المرحله الاخيره هي حنحط فيها الحشوه على العجينه بتاع التارت بتاعنا، وانا نشتغل نفس الوقت حنذكركم او نقول لكم طريقه تحضير الحشوه سهله جدا. خلطت الدحي مع الحليب مع كميه الجبنه، وطبعا الحشوه اللي حضرناها اللي هي سبناخ وفطر وفيها توابل ملح وفلفل اسود جوز الطيب، هنحطها في التارت متاعي. طبعا التارت ريت احنا نحاول احنا نطلعوا منه الهواء بحيث ما ينتفخش شويه بشوكه او بموس قبل ما ندخلوه للكوشه. نكون مولعين الكوشه درجه حراره 180، حياخذ مني حوالي نص ساعه، من نص ساعه من 30 ل 35 دقيقه ماكسيموم، لان تقريبا بس يشد معانا الدحي وكذلك يطيب معانا عجينه التارت. ممكن نديروا له شويه جبنه من فوق على حسب الرغبه، بس ما نكتروش هلبه، لان في الحشوه في كميه جبنه لا باس بها، فنحاول احنا ما نكتروش من فوق، ممكن كلون بس. طبعا حنكمل انا حطان الحشوه متاعي، حندخلها لي الكوشه زي ما قلت لكم 180، حوالي نص ساعه من 30 ل 35 دقيقه. في الوقت هذا ما بين ما جهز معنا التارت حنرجع نسيم واعتدال ويستكملوا باقي فقراتهم. اهلا بكم مشاهدينا من جديد، وصلنا لختام فقرتنا لليوم، وزي العاده حنشوف الشكل النهائي لوصفتنا لليوم، وكذلك حنذكروا بالمقادير. بالنسبه لوصفتنا اليوم كانت تارت السبناخ، شفنا كيفيه التحضير خلال الحلقه، اكيد خلوني نذكر بالمقادير. بالنسبه لمقادير العجينه استخدمنا دقيقه على حسب الحاجه، عندنا علبتين زبادي ساده، نص كوب زيت، صفار بيضتين، بيكنج بودر، الحشوه استخدمنا كميه من السبناخ، بصل، فطر، جبنه موزاريلا، تومه، كوب حليب، أربع بيضات. بالنسبة للتوابل كانت عندنا ملح، فلفل أسود، وجوز الطيب. شفنا كيفية التحضير خلال حلقتنا اليوم، تقدروا تتابعوها على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة برنامج يوم جديد، وكذلك على قناتنا على اليوتيوب زي ما عودناكم كل يوم. مني أنا، دمتم في أمان الله، نرجع نسيم واعتدال ختام حلقتنا لليوم.